هنا يتحدث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن إمكانية استخدام بلاده لترسانتهم النووية في حماية أمن أوروبا، وهنا يعبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن نهاية مأساوية حال أرسلت أي دولة أوروبية أي أسلحة دمار شامل إلى أوكرانيا. وفي كوريا الشمالية يستعرض رئيسها كيم جونغ أون قدرات بلاده النووية، وفي الشرق الأوسط لا يقل الوضع كارثية حال وصلت إيران لأهدافها النووية بحسب خبراء. وبين هذا الصراع وذاك التهديد والوعيد يتساءل كتاب يسمى الحرب النووية سيناريو للكاتبة آني جاكوبسون عن مصير البشرية حال شنت دولة ما حربا نووية على أخرى، وحال تدخلت دول بعينها لها قدرات نووية قادرة على محو الحضارة الإنسانية برمتها. كتاب الكاتبة الصحفية آني جاكوبسون يصف ما يجري حال نشوب حرب نووية ويفترض نهاية العالم خلال 72 دقيقة. وعبر سطور هذا الكتاب تخيلت جاكوبسون إقدام كوريا الشمالية على شن هجوم نووي على الولايات المتحدة وما سيعقبه من دوامة من التداعيات تهلك العالم. هذا الكتاب صيغ بمنهجية ووضوح وبني على أسس فنية وبيانات صادمة أحياناً. آني جاكوبسون مؤلفة الكتاب حاولت التوصل للإجابة عن بعض الأسئلة أو السيناريوهات التي تتعلق بتبعات إطلاق صاروخ باليستي واحد يحمل رؤوسا نووية من كوريا الشمالية مثلا تجاه أماكن حساسة في دول غربية. السيناريو الوارد بالكتاب وإن كان خيالياً إلا أنه تم بناؤه من عشرات المقابلات والوثائق والتي تم رفع السرية عن بعضها حديثاً كأساس واقعي لوصف ما يمكن أن يحدث، مثل أن يطلق زعيم كوريا الشمالية صاروخين باليستيين عابرين للقارات، أحدهما نحو البنتاغون والثاني تجاه مفاعل نووي في كاليفورنيا عبر غواصة نووية. وقتها ستكون أمام الرئيس الأمريكي 6 دقائق فقط لاتخاذ قرار بشأن الرد. بحسب الكاتبة فإن الرئيس الأمريكي وقتها سيتم إجلاؤه من البيت الأبيض ليقف حائرا أمام خيارات الرد السريع على تلك الصواريخ. وبحسب السيناريو المفترض في الكتاب ستطلق الولايات المتحدة صواريخ باليستية عابرة للقارات على جميع الأهداف الكورية الشمالية البالغ عددها 82 هدفا، لتحلق الصواريخ الأمريكية فوق روسيا فيكتشف قادتها ذلك ويفترضون تعرض بلادهم لهجوم. وقتها لا يستطيع الرئيسان الروسي والأمريكي التواصل عبر الهاتف فيتبادلان إرسال الصواريخ كل باتجاه الآخر. وخلال 72 دقيقة ستتمكن 3 دول مسلحة نوويا من قتل المليارات من البشر، بينما يتضور من بقي جوعا لأن الأرض وقتها لن تصلح للزراعة مرة أخرى بسبب الإشعاعات النووية القاتلة لأي كائن حي.